ما تنساش لو مش مشترك في القناة تضغط على كلمة اشتراك او سبسكرايب بالانجليزي، وهتلاقي ظهر جنبها رسم الجرس، هتدوس عليه كده عشان يظهر لك اشعار باي فيديو جديد. كمان ما تنساش تعمل لايك على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اخوكم ابو مريم التونسي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده مهم جدا، هنتكلم فيه عن نوع من اهم انواع الفيتامينات المهمة جدا في علاج الخصوبة وفي علاج تأخير الانتاج وفي زيادة الانتاج، هو بيزود الانتاج وكمان بيعالج معانا ضعف التبويض عند النوتي وضعف الخصوبة عند الذكورة ورافع مناعة قوي جدا. الفيتامين اللي هنتكلم عنه النهارده باذن الله فيتامين هي سيلينيوم او اي سيلينيوم، هو بالعربي هي سيلينيوم، بالانجليزي اي سيلينيوم، عشان لما تيجي تشتريه ما تدوخش نفسك في الاسامي. انت هات اي فيتامين اي سيلينيوم او هي سيلينيوم، او قول له عايز سيلينيوم، سيلينيوم بيطري، تمام كده. هتجيب سواء بشري، في بشري راس اسمه اي سي اي سيلينيوم او سيلينيوم اي سي اي، تمام كده، دوت موجود في اي صيدليه بشري، بيبقى اقراص لونها اسود او بني. طبعا السيلينيوم البيطري مفيش اسم معين، يعني انت لما تيجي تجيب بيطري هات اي حاجه، بس هتجيب حاجه تكون نوع كويس، والافضل ان انت تجيب المستورد ما تجيبش المصري، والمستورد افضل حاجه فيه بيكون الايطالي، تمام كده. هتجيب السيلينيوم سواء جبت بشري او جبت بيطري، لو جبت بشري يبقى انت هتجيب القرص تكسره نصين وتدي كل فرد حمام في بقه نص قرص، تمام كده. طب عايز تدي بشري جماعي، يبقى هتطحن حبيتين على كل لتر ميه وتشرب منه برضو الحمام كله، تطحن حبيتين وتنعمهم كويس وتبوشهم كويس برضو على اللتر ميه وتشرب منه كل الحمام في المساء. عايز تدي في البق يبقى كل فرد نص قرص في بقه على طول. طيب البيطري، فطبعا يا جماعه الادويه البيطري عامه بتكون كلها ابواب كبيره وبتتباع باسعار غاليه من 200 250 300 350 400 جنيه، اسعارها كلها غاليه جدا، في حاجات بتعدي 400 و500، ده على الاسعار عندنا في مصر. طيب في الحل ايه؟ ان احنا نجيب بيطري. حل ان انت تجيب بيطري، شوف نوع كويس وعياده بيطريه تكون بتبيع قطاعي وتاخد منه بالسنتي، تمام كده. سيلينيوم البيطري الايطالي اهو، ده بيتباع بالسنتي، السنتي بجنيه، دول 50 سنتي ب 50 جنيه، تمام كده يا جماعه، 50 سنتي ب 50 جنيه. طيب ده جرعته، استخدامه ازاي؟ دوت بتحط منه سنتي على اللتر ميه وتشرب منه الحمام كله، وطعمه حلو وريحته حلوه، الحمام ما بيبعدش عنه، يعني ما بيكرهش الميه او ما بيرضاش يشرب من الميه لو هي ريحتها وحشه، انما ده بيكون ريحته حلوه، تمام كده. طيب استخدامه، لو انت عايز تستخدم مباشر في البق هتستخدم ازاي؟ دي يا جماعه قطاره اهيت كانت فيها فيتامين سي وخلصانه. طبعا اللي كنا بنستخدم فيتامين سي دوت في الشتاء اللي فات، وكنت بدي منه في بق الحمام طبعا 3 نقط 5 نقط للوقايه من البرد. طبعا القطاره دي فضيت، تمام؟ فانا بعمل ايه؟ بروح واخد من هنا 10 سنتي مثلا بالسرنجه ومفضيهم هنا جوه القطاره دي، تمام كده، عشان استخدم من ديت مباشر في بق الحمام. طيب نشوف بنستخدمه ازاي. اهو يا جماعه بنجيب فرد الحمام كده، تمام، بنفتح بق فرد الحمام وننقط له في بقه على طول اهي، اهو 1 2 3 4 5 نقط في بق كل فرد حمام، سواء كان ذكر او كان نتايه مش هيكون فيها اي مشاكل، ما نزودش عن 5 نقط، ممكن نقلل عن كده، ممكن 3 نقط بس ما نزودش عن 5. لو انت جايب بقى سيلينيوم مصري يبقى الجرعه هيحددها لك الدكتور البيطري، وغالبا بتكون 2 سنتي او 3 سنتي على اللتر الميه، ولو مباشر في بق فرد حمام بيكون نص سنتي في البق. طيب مده استخدام السيلينيوم سواء البشري اللي هو الاقراص او البيطري اللي هو السائل دوت، استخدامه بيكون لمده قد ايه؟ بص، اولا انت هتستخدم 3 ايام لو في الايام العاديه خالص، يعني انت لو بتستخدم اسبوعيا كده هتستخدم 3 ايام كل اسبوع، انما انت لو بتستخدم للحمام اللي بيبيض وبيرقد على البيض ويقوم الزغاليل ويطلعها، يبقى هتستخدم بعد كل عش، يعني هم طلعوا لك الزغاليل خلاص وقربوا يبيضوا تاني، هتبدا تستخدم 5 ايام لحد ما يبيضوا، بعد ما يبيضوا خلاص هتوقف لحد ما يطلعوا الزغاليل ويفطموها، وبعد كده يبداوا ان هم هيشتغلوا تاني، تبدا ان انت تديهم برضو تاني 5 ايام. طيب لو انا عندي الحمام في فتره تريح او في فتره قلش، او انا فاصل النوتي عن الذكوره وعايز اديهم السيلينيوم، هدولهم ازاي؟ برضو انا عندي مثلا نتايه هنا معزوله اهي، تمام كده، بروح واخد النتايه مديها في بقها
ثلاث نقط كل يوم لمده 5 ايام، وهي معزوله مريحه يعني مش هتاخد دكوره. طيب عندي حمام شغال يبقى 5 نقط، حمام مركون مريحينه يبقى 3 نقط كل يوم لمده 5 ايام. لو ادينا 5 نقط يبقى كفايه 3 ايام عشان ما نزودش في الجرعه وما نزودش في الكميه. لو الحمام شغال هنديله 5 نقط لمده 5 ايام مفيش مشكله، انما الحمام لو متريح هنديله ال5 نقط دول على 3 ايام، او 3 نقط على 5 ايام. تمام كده؟ 3 نقط لمده 5 ايام او 5 نقط لمده 3 ايام. مش عايزين نزود في السيلينيوم لان السيلينيوم زياده فيه تعمل تسمم. تمام كده؟ مش عايزين نزود في الجرعه بتاعته ولا في المده بتاعت استخدامه. تمام كده يا جماعه؟ وبرده باذن الله لو بنستخدم اللي هو السيلينيوم الاقراص برده المده من 3 ايام ل 5 ايام، هي نص قرص في بق فرد الحمام، من 3 ايام ل 5 ايام. لو الحمام مريحينه او موقفينه مش شغال يبقى نص قرص لمده 3 ايام كل اسبوع. لو الحمام شغال يبقى نص قرص لمده 5 ايام. تمام كده؟ فالموضوع مش محتاج اي اسئله ثانيه. طبعا شرحت لكم كل حاجه بالتفصيل. طبعا القطاره ديت انت ممكن بقى لو عندك مجموعه قطارات زي كده فاضيه بتاعت عين بتاعت مناخير بتاعت ودان بتاعت اي حاجه بتملاها ميه طبعا وترجها كده كويس وتغسلها وتبدا في ان انت تعبي فيها. قطاره زي كده مثلا ممكن اعبيها فيتامين، قطاره ممكن اعبيها سيلينيوم، قطاره ممكن اعبيها كالسيوم، قطاره ممكن اعبيها اي نوع من انواع الادويه اللي عندي. لو حتى في الاجيل ممكن اعبي قطاره زي كده في الاجيل وادي منه كوقايه مثلا في بق كل فرد حمام 5 نقط مثلا كل اسبوع، يوم يومين الحمام اللي قرب يفقس نديله برده 5 نقط في بقه كل اسبوع. ممكن الحمام اللي هو تحتيه صغير لبه نديله 5 نقط في بقه لمده يومين. طبعا موضوع القطاره دي بيريح الناس اللي ما بتعرفش تدي ادويه بالسرنجه في البق، والناس اللي ما بتعرفش تدي ادويه على الميه، او الناس اللي ما بتعرفش مثلا تدي قراص في البق. فطبعا موضوع التنقيط في البق ده امان عن السرنجه، السرنجه نفسها ده امان عنها، لانك انت بتفتح بق فرد الحمام وبتنقط له جوه، جوه بقى ايه في الاخر ورا قدام هنا هنا، هو بيروح بالع منزل اللي انت نقطته له بقه ده هو بينزله على طول في الحصان. نشوف مع بعض برده اهو يا جماعه. تمام، احنا بنفتح بق فرد الحمام. طبعا في التنقيط سهل الموضوع اهو، بتفتح بق فرد الحمام كده، انت لو نقطت له على اول لسانه من بره من هنا مش هيحصل مشكله، على اول بقه خالص من بره من هنا من هنا كده اهو، لو نقطنا له هنا كده في الاول خالص مش هيحصل اي مشاكل اهو، يعني هو وبقه عدل كده اهو يا جماعه. تمام، ممكن نقط له على حرف بقه من هنا، دي 1 2 3 4 5. تمام، هو اول ما انت ما بتقفل له بقه او بتسيب له بقه هو بيروح بالع بالع على طول، ومدخل السيلينيوم دوت او مدخل اي دواء انت مديهوله يروح مدخله على طول بلعه ومنزله في الحصاله. بس بقى لازم نخلي بالنا من حاجه، يعني لو الادويه طعمها حامي قوي او الادويه ريحتها وحشه قوي بلاش ان احنا نديها له في بقه بالنقط كده، لازم بسرنجه ونديها له في الحصاله نفسها عشان ما يرجعش، عشان في بعض الحمام بيرجع لما بياخد ادويه في البق بالنقط. تمام كده؟ يبقى لازم نديها له بسرنجه جوه خالص. وفي فكره ان احنا نجيب البلف اللي هو من عند اي بتاع كاوتش او بتاع عجل بتاع موتوسيكلات بتاع اي حاجه، هنجيب بلف بتاع كاوتش ونركبه في وش السرنجه مكان السن وندخل له البلف ده لحد الحصاله ونفضي له جوه في الحصاله على طول عشان نبقى في الامان، وعشان برده فرد الحمام ما يرجعش. وفي برده بعض الادويه لازم نسحب معاها ميه لما تكون طعمها وحش قوي، بنسحب معاه شويه ميه ونديهم له بقه برده عشان نخفف من الطعم. تمام كده يا جماعه؟ وبكده اكون خلصت الفيديو، يا رب اكون قدرت افيدكم بيه. ما تنسوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، اعمل لايك على الفيديو واعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاج اي موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في تعليق على طول تحت الفيديو وهيتم التجهيز لي في اقرب وقت، وان شاء الله هتلاقيه موجود على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.